عسلم أصدقائي ومرحبا بكم في حلقة جديدة. في بالك اللي أمبر هيرد تعليقة جوني ديب هي اللي تثبت له باش شركة والت ديزني تخرجوا بيدو على راسه من الشركة، وفي بالك اللي أمبر هيرد اللي شكيت بجوني ديب على خاطره عنفها تطلع في التالي هي اللي تعنف فيه وهي اللي تعطي فيه في الطرايح، وفي بالك اللي جوني ديب خذا موقف من الحكاية وقرر انه شركة والت ديزني مهما عملت معاه ومهما دفعت له مهوش باش يرجع يخدم معاه. وكيما تعرفوا اصدقائي المعركة اللي خاضها جوني ديب مع زوجته طليقته امبر هير اللي تهمته بالتعنيف ضد المرأة، ولكن من سوء حظه في هيك الوقت انه قايمة برشا حملات ضد التعنيف ضد المرأة، مما خلى جوني ديب الممثل المعروف ذو السمعة الجيدة في موقف اختير واختير برشا، وطاح من المكانة اللي كان فيها، مما تسبب انه شركة والت ديزني اللي تحب تحافظ على صورتها تخرجوا من سلسلة افلام قراصنة الكاريبي واللي تسميت على جوني ديب، وبرشا افلام اخرين ومسلسلات تحرم منها على خاطر هذه القضية. ومن وقتها اخذا موقف جوني ديب باش ما يرجعش لوالت ديزني حتى كانت تدفع له 300 مليون دولار. ودارت المعركة القضائية من بين الطرفين منذ سنة 2018 إلى سنة 2022، واللي كان جوني ديب وقتها في صورة الوحش. ولكن آخر ما صدر في 2022 إنه جوني ديب هو اللي كان يتعنف من طرف مرته، وإنه هي اللي تسلطت عليه وكذب عليه واتهمته برشا تهمات ما عندها حتى دليل. ونهار 1 يونيو جاء الحكم باتفاق من 7 أعضاء من المحلفين بالمحكمة لصالح جوني ديب ضد طليقته أمبر هيرد، كما حكمت المحكمة بتعويض بدفع أمبر هيرد لمبلغ 15 مليون دولار كتعويض مادي لتشويه سمعة جوني ديب، رغم أنه تغيب على المحكمة لالتزامات مهنية. وبعد هذا القرار ترجع شركة والت ديزني بادعاء مسؤول تنفيذي سابق انه جوني ديب من المحتمل ان يعود الى السلسلة قراصنة الكاريبي، وانهم مستعدين لعودة جوني ديب وبرشا افلام اخرى. وهكا باش نراو القرار عن جوني ديب. وإن شاء الله تكونوا استفدتوا أصدقائي، وما تنسوش باش تعملونا اشتراك في القناة باش نوفيكم كل ما هو جديد وغريب عن العالم. تشاو. Hey boss, just the way you like it, very hot. For your friend too.